ما تيجي نسمع الفيديو ده بسرعة كده، وهرجع لكم بعد الفيديو اقول لكم رأيي انا ايه. طب انا سجل لك يا احمد يا ديان، وشرف امي اللي عينوك لو ما شالوك سندك صوت. انا احسن دياب كان بينجي في السجن، انا احسن دياب كان بينجي في السجن، وقصامي كمان، ورحمة امي ما انا يكون مين اللي حبيك انا، ورحمة امي ما انا سايبك. انا احسن دياب بينجي هنا، احسن دياب بينجي كده، وحياة امي لحريسك ما سجل لك، وهسجل لك، وروح بقى لحبايبك اللي معينينك خليهم يحموك. قصام انا؟ اه هسمعك صوتك دلوقتي، هسمعك صوتك. انا احسن ده كابينيك يا انا قصام انا؟ اه كابينيك يا كده. وقصام انا؟ ورحمة امي لحبسك، وبسجل لك ورحمة امي لحبسك يا احمد، ورحمة امي لحبسك. وانا كمان بسجل لك، هو انت بس يا عم انا ما قلتلكش سجل، ما قلتلكش سجل لي، انا ما قلتلكش سجل. لا انا قلت لك بسجل لك. انا احسن دياب منك انا يلا يلا. تم يا ريس. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيشتم او بيتشتم من احمد دياب رئيس رابطة الاندية. طيب هنتكلم فيها واحدة واحدة، بس معلش، انت واحد دلوقتي رئيس نادي، ايه لازمتها انك انت تسجل مكالمة بالطريقة دي؟ هي دي الفكرة يعني، معلش، انت المفروض رئيس اعرق نادي في قارة افريقيا، تمام؟ ايه اللي يخليك انك انت تدخل في مشادة مع واحد ويقول لك كلمة من هنا وانت تقول له كلمة من هنا، وانا هعمل وانا هسوي، ايه لازمتها؟ ما هو ده السبب اللي خلاك انك انت تقعد سنة كاملة بعيد عن نادي الزمالك. اه والله العظيم، والله هي دي فكرتي. انت عندك فكرة تانية يا ريت تعرفها لي في الكومنتات، بس يا ريت يعني ما تنساش تعمل لايك عشان خاطر تدعمني ان انا اتواصل معاكم في الحلقة.